إلى أي مدى يمكن الحديث اليوم عن فرض العالم السلام على تل أبيب؟ تحياتي لك وللمشاهدين. يعني ما كتبه زميلي جدعان ليفي وليس بالأمر الجديد من ناحية قراءة تحليلية لدى بعض الأوساط في إسرائيل، خاصة التي تتماهى مع الموقف الفلسطيني، وكذلك القراءة الفلسطينية والعربية على حد سواء، بمعنى أن هنالك حاجة لإنهاء هذا الصراع وليس إدارة الصراع كما حصل على الأقل منذ توقيع اتفاقية أوسلو. وحتى لا أريد أن أعود إلى الوراء كثيرا، ولكن لأكثر من 30 عام دابت الإدارات الأمريكية إذا كانت جمهورية وإذا كانت ديمقراطية على إدارة الصراع وليس العمل على حله. وطبعا في هذا المسار ذهبت كذلك العديد من الدول الأوروبية، وبالتالي الموقف بضرورة إنهاء الصراع من خلال فرض الحل، بمعنى ليس الحديث الآن عن تحول مثلا عسكري أو التوجه إلى اختيارات. نحن نعلم أن هذا لن يتم في المنظور القريب أو البعيد بحكم العلاقة الاستراتيجية والعميقة جدا بين إسرائيل والولايات المتحدة، وإنما أن تكون هنالك خطوات عملية من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل العديد من الدول المؤثرة، إذا كانت في مجلس الأمن، إذا كانت في الاتحاد الأوروبي، بأن لا تكتفي فقط بالتصريحات والحديث مثلا عن حل الدولتين، وإنما التوجه بخطوات عملية في أرض الواقع. وأنا لا أتحدث، هل ربما يمكن أن نتحدث عن بداية هذا التوجه اليوم مع مقترح القرار الأمريكي في مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار؟ هل يمكن أن نعتبر هذا بوادر ربما عن تحرك أمريكي معين في هذا السياق الذي تتحدث عنه؟ يعني أولا هذا طبعا يجب أن ننتظر متى سيكون التصويت، لأنه بعض المعلومات التي ترد إلينا تقول بأن الولايات المتحدة تمنح إسرائيل المزيد من الوقت بادعاء أن هنالك حاجة لمناقشة هذا المشروع وهذا المقترح الذي يأتي بالأساس لمواجهة مقترح جزائري طرح على طاولة البحث في مجلس الأمن، بمعنى كسب الوقت أكثر وأكثر. ولكن يجب أن ننتبه إلى قضية مهمة، أن التوجه الأمريكي في الفترة الأخيرة يأتي أيضا لدوافع داخلية في الولايات المتحدة ترتبط بالانتخابات، ونحن في عام الانتخابات لا نستطيع أن ننسى ذلك. وبالتالي الفرصة والنافذة المتاحة الآن لهذه الإدارة، ويمكن نقول أيضا للمجتمع الدولي، تبدو يعني ضئيلة، ليست نافذة واسعة، خاصة وأنه خلال الأشهر القريبة القادمة لا يمكن بعد مثلا شهر مايو أو لربما شهر يونيو أن تأتي مبادرة كهذه، خاصة وأن الإدارة الأمريكية تكون مشغولة جدا. عامل الوقت أساسي فيما تتحدث عنه، وأيضا يعني العامل الداخل الإسرائيلي، يعني حتى فيما قال ليفي، قال أنه حتى الحكومات التي ستخلف حكومة نتنياهو لن ترضى بإقامة دولة فلسطينية. ما رأيك بذلك؟ ماذا عن المعارضة الحالية؟ نظرته كانت قاتمة جدا، هل تشاركه هذه النظرة؟ صحيح، لأنه مصطلح الدولة الفلسطينية، ويجب أن ننتبه إلى هذه الجزئية، أن نقرأ هذا الموضوع في قراءتين مختلفتين. هنالك القراءة الإسرائيلية والحساسية المفرطة الآن استخدام مصطلح دولة فلسطينية في هذه الظروف، وإسرائيل يعني ما زالت تعاني من جرح عميق بعد ما حصل في 7 أكتوبر، أن تأتي للمجتمع الإسرائيلي وتتحدث بمفهوم قيام دولة فلسطينية بعد هذا الحدث الكبير جدا وما حصل في 7 أكتوبر، هذا يعني غير مقبول بالرأي العام الإسرائيلي. أنا أتحدث عن الرأي العام بشكل واسع ولا أتحدث عن أصوات هنا وهناك بالنسبة لهامش اليسار في المجتمع الإسرائيلي. وبالتالي هنالك أغلبية، وأنا صباحا اطلعت أيضا على تقرير صادر عن معهد لأبحاث في إسرائيل، وهنالك رفض كبير في المجتمع الإسرائيلي لفكرة إقامة الدولة الفلسطينية. وفي المقابل هنالك القراءة الفلسطينية، عندما يسمعون مصطلح الدولة الفلسطينية، عن أي دولة نتحدث، عن أي حدود نتحدث، ما هي عوامل إقامة هذه الدولة؟ هذه جزئية مهمة. ثانيا هنالك نقطة يجب أن ننتبه لها وأن لا نغرق في المصطلحات. إذا كان هنالك نية حقيقية للإدارة الأمريكية في أن تذهب باتجاه حل هذا الصراع، هنالك خطوات عملية يمكن أن تكون على الأرض. ماذا مثلا عن إعلان أو ضغط على إسرائيل حتى في مسار وقف الاستيطان؟ ماذا عن فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية
في واشنطن، ماذا عن الاعتراف لأين بالدولة رأينا الإمبريالية مثل كدولة؟ هذا بعض هذه الخطوات خلال الفترة الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن اليوم بمحاولة لرفع الضغوط وزيادتها على إسرائيل؟ بالضبط، هي رفعت الضغوط وزيادتها، ولكن أنا أسألك وأسأل المشاهدين، هل هنالك خطوة عملية حدثت على الأرض؟ طبعا أنا لست بصدد أن آتي بالرواية بمفهوم أتحدث باسم الفلسطينيين، ولكن ما نسمعه منهم من حكم اطلاعنا كمراقبين ومتابعين وصحفيين، هنالك خطوات عملية يجب أن تتم على الأرض حتى تثبت هذه الإدارة أن لديها نية في إنهاء هذا الصراع. هل تتم هذه الخطوات قريبا برأيك قبل تنفيذ اجتياح رفح الذي تتوعد به إسرائيل؟ يعني المدة الزمنية اليوم التي تتحدث عنها أو عامل الوقت مهم جدا الآن، وحتى يعني خلال هذا العام كله لحين الانتخابات الأمريكية. يعني أولا لدينا ما ذكرتيه قبل قليل بالنسبة لمشروع قرار في مجلس الأمن، هل ستصر مثلا بعض الدول على تمرير مشروع يدعو لوقف إطلاق النار، وهل سيكون هنالك فيتو أمريكي في هذا المسار؟ هذه إشارة. إشارة أخرى، هل مثلا سيكون هنالك تحول في توجه الإدارة الحالية بالنسبة لما ذكرت حول إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير، حول مسألة الاعتراف في الأمم المتحدة، حول قنصلية أمريكية في القدس الشرقية، في موضوع يرتبط مثلا بالأحداث في الضفة الغربية، في موضوع إدخال المساعدات وبزخم كبير إلى قطاع غزة وتحديدا إلى منطقة الشمال التي تعاني من الجوع، هل سيكون ضغط أيضا حتى داخل الأروقة الحكم في إسرائيل؟ لا ننسى أن هذه الحكومة ما زالت متماسكة، ولكن هنالك ضلع أساسي فيها هو أيضا يعطيها نوع من الشرعية، ممثلا ببيني جانس ومعروف بعلاقته القريبة من الإدارة الأمريكية الحالية. أسئلة كثيرة تطرح اليوم، أود أن أسألك يعني نهاية بمقال ليفي تحدث عن إمكانية فرض اتفاق قصري على تل أبيب، هل هذا ممكن اليوم ولا سيما أننا نتحدث عن أقرب حلفاء الولايات المتحدة؟ لا أعتقد، يعني أنا طبعا مع احترامي لزميلي وصديقي جدعون ليفي، يعني هو يعبر عن هاجس لدى بعض الأوساط، ولكن أعتقد أن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة لم تصل إلى هذا الحد بفرض الحل. كما ذكرت يجب أن ننتبه إلى أن الضغوط هي بالأساس تخدم المصلحة السياسية الأمريكية الداخلية وتحديدا في الحزب الديمقراطي، وبالتالي أن يفرض الحل بهذا الشكل أعتقد ما زلنا في مرحلة بعيدة، خاصة وأننا كما ذكرت في عام انتخابات، بمعنى إذا حصلت تطورات وفي نهاية هذا العام عاد الأمريكي وانتخب بايدن لجولة أخرى، قد يكون هنالك تحرك ما، ولكن هذا يعيدنا إلى نماذج سابقة في الإدارات الأمريكية، في حين قالوا لأوباما بعد الجولة الثانية قد يتحرك بشكل أكبر، كذلك بالنسبة لجورج بوش الابن عندما طرح موضوع خارطة الطريق، وبالتالي النماذج الأمريكية ليست مشجعة، وأعتقد أن الأيام ستفصل إذا كان هنالك فعلا إرادة للتحرك من أجل إنهاء هذا الصراع وطرح حل مقبول على الطرفين مبني على أساس حل الدولتين على حدود 67، كم نعود إلى نفس المعادلة من خلال مبادرات تطرح ولكن تتلاشى مع أي أزمة سياسية أو تحرك سياسي داخلي في إسرائيل أو في الولايات المتحدة. شكرا لك من الناصرة محرر الشؤون العربية في صحيفة هآرتس جاك خوري.